الله يا اخواني، الا بذكر الله تطمئن القلوب. شوف حرص الصحابه مثلا، وابن ادم طماع، شفت؟ وطمعهم وين؟ طمعهم بذكر الله، طمعهم بجمع الحسنات، سبحان الله. طيب ما دام الفقراء يبون يغلبونهم وهم يحاولون انهم يزودون كذلك، وهذا شوف حرصهم، حرص المسلمين على طاعه الله وعلى الجهود اللي يستفيد منها، سبحان الله العظيم. فالإنسان ما يخسر مهما كان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يبي يطمئن، مثل ما قال أخينا أبو عمرو الله يجزاه خير، خلك دايم على ذكر الله ودايم تقول الشيء اللي مثلا تستفيد منه، وخلك مع الله سبحانه وتعالى حي وميت، ما تدري يمكن النومة هذه ما تقوم منها. واحد من الجماعة إنسان فيه خير والعقيدة فيها خير، وجاب له قصيدة يقول يمكنني أنسدح ولا أقوم، يوم من الأيام أنسدح ولا أقام. أكبر، سبحان الله العظيم، متعافي ولا في أي شيء، لسانه سد حلقه بس وهو راجل يا رب. توفى، انتهت المدة وانتهت الليالي وانتهت الدقائق وانتهت الثواني وكل شيء، خلاص الحين راح، لكن يعد عنه كل خير. وهو شباب، شباب يا أخواني ترى فيهم خير، لكن الواحد يكون مطمئن ويكون يدور الخير. وتزودوا فإن خير زاد التقوى، إذا ما يتزود ما دام إنه يقدر يمكن بكره ما يقدر، يمكن، لكن ترى المسلم موفق قادر على الذكر، ترى يقدر ليل ونهار، والله يقدر. يا بعضهم إنه يذكر الله لين يرقد، بالحديث يقول واحد يقول أنا والله ما جاني النوم من الشباب، ونشد بعض العلماء قال هل لي أجر يوم أني أقرأ القرآن وسبح أبي النوم؟ قال أجرك قليل، لكن أقرأه لله سبحانه وتعالى. شوف يعني أنه أخطأ السنة وأخطأ الطريق. هو يقرأ علشان وين ينام يا أخي؟ النوم القرآن يقضي المسلم من النوم، يقومه من النوم، شايف؟ وأنت قلت بتقرأ علشان ويش؟ علشانك تنام؟ لا، خل قرآنك لله سبحانه وتعالى، وخلك تستفيد، ذاكر، شاكر، مطمئن، مذكر، ذاكر، المهم الإنسان يفيد ويستفيد. أما إنه أمور يصرفها لشيء ما هي لله ترى ضايع، وترى يمكن يقع له بدع وبلاوي مشاكل. هالحين بعض الناس جزاه الله خير، حول السلام يا أبو محمد وأخويان الحاضرين، تلقاه شايب على النية وأموره طيبة وماشي بذكر الله، لا منه دخل مع باب المسجد سلام عليكم، سنه قال طلع على مجلس. هذا فيهم إنسان يتسنى، وفيهم ناس يقرأ ويشوف ما أقف في القرآن، وفيهم ناس ساجد قد يكون يشوشر. أنا سمعت بعض المسلمين يقول الزمان هو الزمان، لكن تغيرت الناس، قد يكون أن الإنسان يبي من يعينه على نفسه. لا سلم، سلم على المعي منكم معي سرك، هذا جائز، وهذه سنة المسلم. كان من تبهلك بعد. أيه، ومن تبهلك، نعم. هم بعد انك ترفع صوتك بالمسجد، طيب المسجد كم يمكن فيه 200 نفر، طيب لا منهم مثلا كل ابوهم جضوا مثل بس سلام، السلام سنه وصح، لكن هذا تشوش على الساجد والراكع واللي يقرا، والمده محدوده يا اخي، يمكنك تضيع الانسان عن ما واقف يقوم يفتش المصحف، يعني انك غيرت عليه. هي سنه واجر ان شاء الله، لكن خلها اللي بجنبك القريب، لا تشوش على البعيد، دخلت مع الباب كأنك داخل لك على حفل سلام عليكم وتبي تجلس. يا أخي السلام للمسلم اللي بجنبك، وكن متواضع، وكن بالطريقة اللي مثلا يصلح للمسلمين. بعض الشيبان هداه الله ولا من هذا قام يسولف عاد مع الإمامين وهم عيسرة، ولا يدري إلا الإمام يقوم. فيا أخواني كن مع الله واحفظ الله، هذولا قد يكون النبياض قلوب. هذا واحد يقول راح الحدود الشمالية، واللي قاله فطنه أبو حاتم يوم من لقى له شنطه وفيها مثلا شو اسمه؟ حجرا كريما. ايه الحجر. صندوق. صندوق مليء بالالعاب. يقول لقى له هداه هذه، يقول يقول حجرتني، يقول دل كمه، يقول بترمه، يقول زين، يقول شالها وودها للسوق. يقول دل كمه اللي فيها سواد زياده. يقول 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 شيلها للسوق الرجال، يلا يشيلها. بعض مرة تطيح منه ويشيلها الرجال على نية، يوم طبها السوق قال يا شر الدرموحة هذا. ما يدري الدرموحة عشان دائري كيكوه.
دائرية، هو لقاها لها وين؟ ما أدري بخندق، ما أدري بحفرة. هل من بعض الناس تصير جاهل دائم يا أخي؟ تعلم دينك وتعلم دنياك ما يخالف. المهم يجي هاك المسلم يقضبه بعلباته، ها قضبه بعلباته، قضب الشايب ذا بعلباته، رعد كمه اي رعد الدرحمة الدرحمة قضبه واسحبه شوي، قال بس لا تحرك لا تحرك، اطلع 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 اطلع. ازهموا على الهندسة وجاءوا وفكوا الأمانة الحمد لله رب العالمين، وفكوا لها المسلمين. قد يكون يبي يجيبها مثلا استنكرها، ويبي مثلا يمكنها وين تسبب مثل كارثة وسط المسلمين، والأرقام هذه كل بوابة. لازم يقول المسلم يقض، يكون مع ذكر الله، يستشير الشيء اللي ما يعرفه بعد. هذه للي ما يعرف القصة ذي، للي ما يعرف الحاجة ذي، لازم انه يستعد ويعرف عليها ويقول هل أشيلها ولا خليها. صحيح. فبنادم ضعيف ما بشك، وقد يكون يجي من كارثة. عندنا قصة خليها بعد شوي. والله كلامك كله طيب يا ابو طفالك وعيالك، طابوا الشباب كلهم. الله يلا ابو عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله يا اهلا وسهلا.